لما النور بيقطع عندنا في البيت بتبقى في فرصة إن الواحد يبعد شوية عن نشرات الأخبار وبرامج اليومية بتاعة التلفزيون اللي هي بتزود الضغط عند الإنسان، فرصة إن الإنسان يقعد مع أولاده الصغيرين ومع أسرته، بتبقى في فرصة جميلة أوي، وأحيانا بنلعب سوا، وأحيانا بقى مرة تانية نقول إحنا عايزين نروح في حتة يكون فيها النور مش قاطع. ولكن احيانا احنا لما النور بيقطع علينا بنروح فين؟ بنروح في مكان في الحدائق، فرصه ان الناس تخرج بره حتى لو النور قاطع قريب من الحدائق، بيبقى وقت جميل بنقضيه مع الاسره. ولكن المشكله بقى عدم وجود حدائق او البيوت اللي هي ما فيش قريب منها الحدائق. هي ساعات بتقطع بيبقى لها عيوب طبعا ومميزات، بس من الميزه بتاعتها انها ممكن تجمعنا مثلا نتكلم نسال بعض انت عملت ايه؟ عملت ايه النهارده؟ طب ممكن عامل ايه؟ انما لو النور مش قاطع يعني كل واحد طبعا في حاله، ممكن اكلم صحابي مثلا اسال عليهم كده مش بس طبعا لها اللي هي العيوب انها ممكن تكون حد بيعمل حاجه والنور يقطع فالحاجه دي بتتعطل طبعا، ممكن مثلا ناس ثانويه وكده هتعطلهم عن المذاكره. كل حاجه زي ما لها مميزات لها الكهرباء كده برضه. انا اول ما النور بيقطع بدخل انام على طول، يا اما اقعد اشغل الراديو شويه واقعد اسمعه بس، بيبقى فيه هدوء يعني راحه نفسيه. انا بفرح دلوقتي اما النور بيقطع، يا اما بريح مذاكره طبعا مذاكره كتير في ثانويه عامه، فبس بروح يا اما انزل اقعد على القهوه وارجع بس، يا اما اخرج برضه يعني. انت شايف ان انت بتبقى مستمتع بقى لما النور بيقطع يعني؟ انت هو يعني حاجات وحاجات يعني، ممكن ساعات الجو يبقى حر فاقعد اعمل ايه في البيت؟ بنزل اضطر انزل، بس اهالينا بقى يقولوا اقعد ذاكر بتاع في النور، فما يقدروش يتكلموا يقولوا انا النور اقعد على ذاكر ازاي؟ لما النور يتعب يعني ادالي وقت اكتر ان اقعد مع اهلي ويعني اخواتي ونتكلم مشاكلنا نحلها، وبرده بيكون مثلا ليه ايجابيات كده فعلا، وبرده يعني صراحه يعني خلانا نقرب من بعض اكتر برده، ويعني بيكون في وقت اكبر يعني ان احنا نقعد مع اهلنا.